بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتنا الصيادين. بعد مدة طويلة ما درناش فيه دي فيديو توضيحية، اليوم إن شاء الله نديرو فيديو حول لي ستيك بيت ولي بوبير. الآن كاين بزاف الصيادين، يعني سورتو الجدد، يشري مثلا دي ستيك بيت سورتو من أليكسبريس شينوا، كي يديه معاه البحر يلونسيه ما يقدرش يعومه. الان بون سبينر جديد، واحد يبدا الصياده جديد، لازم يفرق ما بين ديستيك بيت ولي بوبير. هي حاجه سهله، ان بوبير نانيميوه يعني يجي فوق الماء. ديستيك بيت يختلف، كاين ستيك بيت فلوطون معناه اللي يبقى فوق الماء، وكاين ستيك بيت اللي يفوندي هكذا. انا نبدا بلي بوبير. البوبير تقريبا الشكل تاعو واضح وسهل، يجي كيما نقول حنا كيكوني تاع لاكريم، يجي هكذا. هذا الفانك بوب 105 ديو، هذا تقريبا نفس شويه يختلف هنا في لافون برك. هذا الهالكو روستا هالكو، هذا راح مكاش هنايا، تقريبا الجراماج هذا 24 غرام يدمي 24.5، هذا تقريبا كيف كيف حتى 25 غرام. كاين بوبير لي كنا شويه ثقيل عليهم كيما كاين هذا فيشوس، هذا تقريبا في 43 غرام. ومن بعد الفيديو الثاني نشوف طريقة الانيماسيون تاع لي بوبير. لما يكون بوبير صغير تحت 30 غرام و بوبير فوق 40 غرام تختلف طريقة الانيماسيون، سورتو مع قدرة التحمل تاع القصبة هكذا. هذا من بعد فيما بعد ماشي مشكل، بعد الاسبوع ان شاء الله هنا نديرو فيديو. الان جولي ستيك بيت. ستيك بيت ما يجوش كيما البوبير، يجوب هذا النمط، كاين اللي طوال وكاين اللي قصار. كاين مثلا هنا ستيك بيت تقريبا يجي لاريير تاعو مؤخرة تاعو شويه ثقيله، ولافون تاعو يجي رقيق باش تقدر تعومو والكينغ ذا دوغ. هذا لا سامسون، هذا 50 غرام تقريبا 60 غرام. كاين ستيك بيت في الصباش غير، هذا 27 غرام تقريبا نفس الديزاين برك. هذاك هذا الابيض 56 برسك 60 غرام، وهذا 27، ولكن في الديزاين تقريب نفسه، ما فيش اختلاف كبير هكذا. وكاين اللي يجي ما بين كما نقولوا حنايا الستيك بيت وما بين البوبير، يسموهم البوب والك. كاينين في الصباج ما راش عندي هنا متوفر، تقريبا كاين هذا الديو بنسيل بوبير 148، هذا 148 بنسيل بوبير. هذا تقدر تبوبي وشنو دي جيرك صغار وتجيبو والكينغ الدوغ. بصح لي ستيك بيت من الاحسن اذا كانت المؤخره تاعو ثقيله مقارنه مع المقدمه اللي عند الراس، هنا تقدر تعومو بكل سهوله. نحضروا على الستيك بيت هذه في الاوريجينال، في الكوبي شي اخر، في المدرح كي بين قوسين تاع الاكسبريس هذاك شي اخر. الان قبل ما نبداو نفصلوا في هذه الامور، نهضروا على ستيك بيت اللي راهم يجيبوهم على الاكسبريس، خاصه واللي لي سبينر جدد. تدخل انت مثلا المحل ولا عندك مثلا صحابك هكذا، يقول لك شري مثلا لاستوري ولا باتشينكو في الشينوا في الاكسبريس، ما عليناش انت جبته، هل لك هل عندك القدره باش تعوم؟ هذه وحده. وهل يعوم مثل يعني كيما الاوريجينال؟ معروف ان الباتشينكو ولاستوري من اصعب اللود سيرفاس، معروفين الانيماسيون تاعهم صعيبه. انت هنا لما تجيب الكوبي هو مستحيل راح يعوم كيما الاوريجينال، يعني فرغ منها. فيه نقطه ثانيه واحده اخرى، شتو لي فرونسي يصيدوا في بحر كالم، ايوا معناها لاستوري والباتشينكو يعوم لهم. انت هنا نهار يكون البحر طابي ولا حاجه خفيفه، هل حتى واحد تعومو؟ يكون فيه شاشر يطر مثلا لو ولا ما راحش يكون. نحنا واش معروف مش المعروف عندنا، ما عندناش الحوت في البحر الطابي، هذي نفرغ منها. عندنا في البحر خاصة اللو، لأن اللو في البحر ديك يكون يخدم فيه الراوة، ونهار البحر يخدم 0.8 متر وشوية اللي ستيك بيت صعاب. تقدر تستعمل لي بوبير أحسن خير من لي ستيك بيت. الان واحد اللي يكون جديد في سبينينغ
ولا فترة تاع الصيف هنا في أوت، والمعروف أن هذه الفترة لي بواسون شاسور يطلعوا فوق المي شاسيو، يعني في لاكوش دو الأولى الفوقانية، كسوسوا ما نهضروش على اللوا، نهضروا على بشكل اللوا عنده ظروف خاصة، نهضروا على الليتشا الصير ممكن ليمو. الليتشا والصير، الليتشا هي معروفة، الصير هو القراض. الآن أنت مش راح تستعمل بوبير ولا ستيك بيت. بالنسبة لواحد جديد البوبير هو الأحسن، علاه؟ لأن البوبير لانيماسيون تاعو راهي سهلة، عندكم مثلا الحان كورس تاع هذا ما يحتاجش مجهود وما يحتاجش تقنية كبيرة بارابول لستيك بيت. تلونسيه اون فوا يحط فوق الماء، هو يبقى سير، يبقى اون سيرفاس. الآن فيه طريقتين لانيماسيون، كاين القصبة تكون أفقية، عفوا ترفعها للأعلى وديب تدي دي جيرك، أو القصبة تكون يعني الكامباس لتحت ودي لونج جيرك، هنا تختلف. الآن لما تكون القصبة للأعلى ودي ديب تي جيرك، البوبر يدير غير دي سبلاشي صغار برك فوق الماء. نهار دي لونج جيرك معناها تجبد مليح بالقصبة للتحت، هنا البروبير يهبط تحت الماء تحت لا سيرفاس ويدير واحد لي بوع الفقاعه تاع الماء وراه. تعرفوا ان الحوته لما تكون مثلا بوري ولا هارب تحت الماء كي يضرب بزاكا تاعو يخلي واحد هذيك الفقاعه تاع الماء. الان هذا دو تيب دانيماسيون، نوعين تاع تحريك هذا البروبير يختلف حسب القصبه اللي عندك، هذه بعد نهضروا عليها فيما بعد. الان بالنسبه لستيك بيت هو المشكل العويص، علاه؟ ان يتم يتعوم والكينغ ذا دوغ، وقلناها سابقا الستيك بيت في الاوريجينال ماشي في الكوبية، في الاوريجينال صعب شوية. الان اعطيكم مثال، تبع شوف هنا، هنا عندي هذا سافاج جير 27 غرام، هذا 27 غرام، وكاين هذا في السامسونج 56. طريقة تحريك الصافاج هذا والسامسون راح تختلف. الصافاج بكل بساطة كان باص وتبقى تحرك رأس القصبة، تبقى تحركه ماشي تجي والكينغ ذا دوغ، صح؟ هذا لما يكون ستيك بيت ثقيلة، قلنا ستيك بيت تقدر تعومه فوق الماء أو تحت الماء. ستيك بيت تقريبا كاينين اللي يبقاو فوق الماء، يعني اون سيرفاس كيما هذا الصافاج هذا، حتى وتلونسي مثلا تحت دير دي بوز مثلا فوق الحجره ولا ما راحش يهبط، يبقى فوق الماء، ما عندكش اشكال تاع لاكروش. كاين دوتر ستيك بيت كولون كيما هذا، هذا غير تلونسيه غير يحط فوق الماء يبدا يهبط، يعني مشكله. هذا ما كتقدرش دير دي بوز الا اذا كنت في دي بوز وين كاين الفون اللي حتى وتخليه يهبط ما عندكش اشكال. نهار تكون في مياه زحله ما كاش دي بوز، وطريقه التحريك هذا ستيك بيت مع هذا الفلوتو راح تختلف. هذا كان باص وهذا كان اوت، بمعنى هذا القصبة لتحت وتانيمي، هذا القصبة للفوق معمودية تماما وتانيمي كيما البوبير. الان هذا مثلا نقول حنايا طريقة تحريك هذا الطعوم سمي ستيكبيت ولا بوبير راح نشوفوها ان شاء الله في الفيديو اللي راح جاي. الان كما قلت انا في فتره تاع الصيف، معناها الشاسور راه فوق الماء، الصير ولا ليتشا ولا اللي ممكن اللي مو زعما صيدوش بالبوبر ما نكذبش، صيدنا ليتشا والصير فوق الماء. الان الفو بروفيتي من هذه الفتره، عندك هذا اوت تقولوا 10 ايام سبتمبر اكتوبر ونوفمبر، 3 شهور هذا اللي راهم جايين، هكذا كان ربما تاع الخريف تسبيني مثلا في مناطق رمليه ولا صخريه، خاصة لي سبينر جداد، هي من الأحسن سبينر جديد يفيتي هادو اللي ما يقدرش يعومهم كيما قلت أنا تاع الباتشينكو ولا ستوري تاع الكونترفاسون، ما تقدرش تعومه يستحيل، لازم لك بحر، لازم بحر تاعهم، لازم لاكان تاعهم، لا تكنيك تاعهم، فيه شوية صعوبة. الآن أنت شري أن بوبير سوا 20 غرام 30 40 على حساب لاكسيون تاع القصبة اللي عندك. علاش شري ان بوبير خير خاصة في المناطق الصخرية؟ انت اولا جديد في الصيادة في سبينينغ هكذا،
ولو كان شريت ديلر مثلا 350 400 الف مثلا، ولو كانت تلونسي في الحجر وتقطع دو طروف حتىك راه صياده، مع انها لي سبينر جديد وين يبدا في الشواطئ الرمليه، معناه ما عندكش لو ريسك حتى تستعمل دي بواسون ناجر 3000 دينار 300000 400000 ما عندكش اشكال تاع لاكروش بتاتا انك تصيد في الرمل. الحجر شيء مختلف، عندها واحد كيبدا جديد يبدا في المناطق الشواطئ الرمليه، يعني يتلونسا مليح باش ينتقل الى مناطق صخريه. يقدر يصيد في الحجر ولكن في حاله ما اذا كان العمق كبير، مثلا كما يصيدوا جماعه كل تاع يصيدوا الباراكودا، عندك فون تاع 3 4 5 6 متر ما عندكش اشكال، ان بواسون ناجور ما عندك حتى خوف انك تقطع. بار كونت اذا كنت في مناطق ضحله ان بتي فون، هنا الريسك راه كبير، واذا قطعت دي 3 لور معناها تبدا تقلق وتكره والحوت ما كاش ولي لو شويه غاليين على حساب الوضع اللي رانا عايشينو، تولي تحبس. اذا النصيحه اشري دي بوبر في المناطق الصخريه، وكي تروح تصيد في الرمل ما عندكش اشكال اشري ديلر اللي في عوض شري 5 6 كما نقولوا حنا هي 60 70 الف ولا حتى 100 الف، تشري الدولار يكونوا ملاح، يعني كما نقولوا حنا معروفين اللي تجيب بهم حوت ويعوم ولك، خاصة لما يكون البحر يخدم، لأن أغلبية اللي لور هذا تاع وحنا كونتر فاسو في البحر يخدم ما يعوملكش، يا يجي الدروة كي الحطبة يجي متكي بجيه. الآن حنا ما راحش باش قلت كما قلنا هذا الليستيك بيت وديلر، الإنسان من فترة تاع الخريف هذه 3 شهور بروفيت الماكسيموم، لأنه هذا الفترة 3 شهور راح يجي موراها الشتاء، يعني البرد اللي حط راح يهاجر يطلع اللارج يبدل المكان، إذا راح يتغذى بطريقة، يعني يتغذى بطريقة كما نقولوا حنا تقدر تقول مجنونة ياكل كلش. علاه؟ لازم يطلع لاكريس الدهون، يعمر له ماكسيموم تاع الدهون باش يقدر يقابل الفترة تاع الشتاء اللي هي البات. يعني 3 شهور هذو اشري ان بوبير صيد به. اذا كنت في مناطق رملية عندك لي بواسون ماجور، وفي هذا الفترة الحوت ياكل كيما يلزم، وشنو صبروا لنا صبروا فقط يبرد شوية ما هذا اوت، يعني راه البحر 27-28 دوغري ربي يجيب الخير، سخون سخون بزاف، واذا كان الماء سخون بزاف الحوت ما راحش يشاصي. لما الانسان دوك انت الواحد كيكون في الصيف سخانه 40-42 دوغري واش راح دير انت؟ تحوس على بلاصه تاع البروده وتريح. نهار مثلا يكون البرد دي دوغري وي دوغري 8 درجات في النهار ما تقدرش تخدم، واش دير؟ تحكم بلاصه تحوس الدفا هكذاك الحوت يسخن الماء بزاف يقول لي الحوت خامل ما يشاصيش، كي يبرد الماء بزاف كيف كيف الحوت ما يشاصيش، كاين درجة حرارة يعني معتدلة نقدر نقولوا يعني مثلا من 17 حتى 23-24، يعني ما تقدر تقول الحوت يشاصي فيها، هي الفترة اللي تكون في الخريف، يعني من سبتمبر حتى كاين فترات في سبتمبر يكون الماء سخون سي فري صح، ولكن اواخر سبتمبر يتسقم الحال ان شاء الله، وعندنا 3 شهور اللي فيهم الماء يبرد والحوت يشاصي مليح. الان هذا واش عندي اليوم، يعني ما بين ستيك بيت ولي بوبير امور بسيطه. الان الفيديو الجاي نشوفك فاش تانيمي البوبير، ها نعاودو نشوفوه نديرو الفانك بوب هذا كيفاش تانيمي بوبير حسب قدرة التحمل القصبة. إذا كانت مثلا القصبة مثلا 14-42 والبوبر مثلا 38 غرام، هنا تختلف عن كيفية تحريك الطعم الاصطناعي البوبر هذا، في حال ما إذا كان البوبر هذا تاعك مثلا 20 غرام ولا كان 14-42 ميم ستيك بيت. أما عندك ستيك بيت، إذا كان ستيك بيت تاعك مثلا 27 غرام ولا كان تاعك مثلا حتى 60-80 مثلا حتى 60 غرام، هنا فيه طريقه معينه للتحريك الطعم الاصطناعي، وفي حال ما اذا كان مثلا هذا 50 غرام معناه يحتاج قصبه مينيموم 60-70 كيما اللي عندي. ايوا اذا كان عندك ستيك بيت هذا ثقيل
ولكن تاعك مثلا 60 سنتيم ولا 30 سنتيم كيما كاينين في الضيور، هنا الطريقه راح تختلف. واضح خوتنا؟ ان شاء الله نكونوا فدناكم بشي قليل اللي نعرفوه، والفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.